L'Emsen reçoit 20 000 pèlerins musulmans venus de toutes les régions de l'Afrique du Nord pour assister à l'inauguration de la nouvelle médersa. 80 ans sont passés depuis l'inauguration de Dar al-Hadith, cet illustre établissement pédagogique à vocation religieuse et scientifique, un certain 27 septembre 1937, dans le cadre du déploiement de l'Association des Ulémas musulmans algériens, créée 6 années auparavant. J'ai eu l'honneur d'assister à la cérémonie des 80 ans. 30 septembre 1937, 30 septembre 2017, de l'inauguration de Dar al-Hadith, concrétisée par une journée d'études sous le thème Dar al-Hadith, projet de défi. Après avoir partagé avec vous une première vidéo sur le discours inaugural présidé par Cheikh Ben Younes Aït Salem et une seconde vidéo sur le visionnage du court-métrage sous le titre « Relier le passé au présent » et 3 vidéos du premier débat scientifique présidé par Cheikh Ben Younes Aït Salem et une 6e vidéo sur la pause de 10 minutes qui avait marqué la séparation entre le premier débat scientifique et le deuxième, et la première intervention du deuxième débat scientifique par Cheikh Mohamed Al-Hadi Al-Hassani, je viens partager avec vous la seconde intervention du deuxième débat scientifique par Cheikh Mohamed Darraché, professeur d'université à Alger, sous le thème « Regard sur les cours donnés par l'imam Cheikh Bachir Al-Ibrahimi à Dar al-Hadith, exemple à suivre ». Rappelons que cette journée scientifique fut animée par Cheikh Abdullah Ghanem. على افتتاح المدرسة الدينية والعلمية دار الحديث وهذا في يوم 27 سبتمبر 1937 تحت تنسيق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أنجزت 6 سنوات مسبقا. وبعد مشاركتي لكم الفيديو الأول كلمة ترحيبية للشيخ بن يونس آيت سالم والفيديو الثاني عن بث شريط وثائقي بعنوان ضبط الماضي بالحاضر و3 فيديوهات للمحاضرة العلمية الأولى برئاسة الشيخ بن يونس آيت سالم وأيضا الفيديو السادس عن الاستراحة التي دامت 10 دقائق وجاء التفصيل بين المحاضرة العلمية الأولى والثانية والمداخلة الأولى للمحاضرة العلمية الثانية للشيخ محمد الهادي الحسني تحت عنوان محطات في حياة الشيخ البشير الإبراهيمي في تلمسان. جئت اليوم لأشارككم المداخلة الثانية المحاضرة العلمية الثانية برئاسة الشيخ محمد الدراجي أستاذ جامعي في جزائر العاصمة تحت عنوان نظر عن الدروس التي قدمها الإمام الشيخ البشير الإبراهيمي في دار الحديث مثال المتابعة. نذكر أن هذا اليوم العلمي قد كان بقيادة الشيخ عبد الله غانم. استكمالا لفعاليات هذا اليوم الدراسي الذي تحيا به تلمسان في ذكرى الذي تقلد تسيير هذه المدرسة بتكليف من الشيخ عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله الذي يوم أن زار تلمسان أراد أهل تلمسان لشيخ بديس أن يبقى هنا بينهم. كانت أحسن هدية تقدم لولاية تلمسان
لأهل تلمسان أن كان بينهم الإمام الشيخ البشير إبراهيم عليه رحمة الله. واليوم ونحن نحيي هذه الأمجاد لنجدد العهد، لنجدد الوفاء، في هذه الجلسة العلمية الثانية نذهب معكم إلى الشيخ البشير الإبراهيمي. نمر الآن إلى المداخلة الثانية لأستاذنا الدكتور محمد الراجي، وهو كما أسلف ذكرنا الشيخ يونس عليه السلام أستاذ تفسير في جامعة الجزائر، وهو قادم إلينا عائدا نرحب به من بلاد الحرمين لنستفيد منه ونحن إلى قلمه الذي عودنا عليه في سلسلة البصائر في سلسلتها الرابعة، ونتمنى أن يعود هذا القلم السيال. مداخلته تحت عنوان إطلال على دروس الإمام إبراهيمي بدار الحديث درس التفسير نموذجا، فليتفضل مشكورا. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا الخبراء يجمعون الناس في حياتهم وبعد مماتهم. الإبراهيمي جمع الناس وشغل الدنيا في حياته من محب له وشارع مرهف، وكذلك بعد وفاته رحمه الله تعالى، فالأتباع كثر والشارعون موجودون وإن قلوا. وهذه طبيعة الحياة وطبيعة الصراع بين الحق والباطل إلى يوم الدين. إبراهيمي شخصية متعددة الجوانب، شخصية ثرية، يعني الإخوان من تكلم عن جانب الوطنية، عن جانب الفكر السياسي، عن جانب الفكر التربوي، عن جانب الثقافي، لكن عمق هذه الشخصية ورافقها الأساس هو العلم. الإبراهيمي رحمه الله كان عالماً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، عالم متبحر في فنون الشريعة، أصولها وفروعها، كتابها وسنتها، علوم الآلة وعلوم الغاية. ولو أن هذا الرجل قدر له أن يكتب أن يترك لنا مؤلفات لأبانا، يعني فعلا عن موسوعية قل أن نجد لها نظير. ولكن بقيت إشارات إبراهيم على منهج سنه وأخيه ورفيق دربه الإمام الشيخ ابن باريس، كما روى تلامذته حين سئل لماذا لا تقرأ كتبا تخلد اسمك، قال أنا مشغول بتأليف الرجال عن تأليف الكتب، أو ببناء الرجال عن تأليف الكتب. وبناء الرجال لا شك وأنها مهمة أصعب وأشق بكثير من تأليف الكتب وهم الكلام إلى بعضه البعض. إبراهيم كان من هذا النوع، كان مشغولا بتأليف الرجال، ببناء الأنفس، بتربية العقول، بمحاربة الجهل، ببث الوعي. وهذا العمل لا يقوم به إلا العدول من العلماء، لا يقوم به إلا أصحاب الرجولة الحقة والفضولة التامة، ولا شك أن الإبراهيمي كان واحدا من هؤلاء. كان يدرس في اليوم كما ذكر الشيخ محمد الهادي الحسني 10 ساعات في اليوم، وفي بعض الروايات الحق احنا 10 فنون، وبالتالي تفوق 10 ساعات اذا كانت 10 فنون، لان الفن الواحد قد يتعدى الساعه، قد ينقص ولكن قد يتعدى.
وهو في هذا كذلك الشيخ الدباليس رحمه الله الذي كان يدرس أحيانا 16 ساعة أو 17 ساعة. والعظمة الكبرى يمكن أن يكون الإنسان، أنا أستاذ جامعي أدرس في الجامعة ربما أستطيع أن أدرس 20 محاضرة، لكن في نفس التخصص نفس المواد مناهج محددة أبذل جهدا إضافيا وأستطيع أن أدرس هذه المواد، لكن أن يجمع بين تدريس الصغار ووعظ الكبار الرجال والنساء محدودي الثقافة أو الأميين الذين لم يؤتوا حظا من العلم لا يعرفون القراءة والكتابة، وبين بعض الذين أوتوا حظا بل حظا كبيرا يدرسون كانوا يدرسون في المدارس الفرنسية، هنا عظمة رجال جمعية العلماء. كيف يوفقون الذين درسوا أو يدرسون علم نفس علوم التربية يعلمون بأن أعظم ما يواجه المعلم أو المدرس حين إلقاء درسه هو التباين الموجود في المستوى، فما بالكم بالتباين في المستوى ليس داخل الصف الواحد وإنما في المجتمع كله. فالعلم هو أهم صفة في شخصية إمامنا الإبراهيمي، وهذا العلم هو في الحقيقة هذا المنهج تشترك فيه مدرسة الإصلاح ككل من جمال الدين إلى محمد عبده إلى رشيد رضا إلى ابن باديس، أنها تؤمن بأن العلم هو أساس النهضة وأساس التغيير، لأنه بدون علم لا يمكن أن نحدث أي تغيير في المجتمع. فالعلم كما كان يقول الإمام ابن باديس، العلم هو الإمام المتبع في كل شيء في الأقوال والأفعال والاعتقادات. ولذلك هذه الحركة هي أولا وقبل كل شيء حركة علمية من جملة الميادين، بل أولى الميادين التي خالف التجديد فيها الجانب العلمي. يصعب تحديد الإطار الزماني للموضوع، لكن بما أن الكلام عن التفسير، التفسير هو فهم كلام الله سبحانه وتعالى استنباط أحكامه وحكمه. علم التفسير بدأ في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شك وأن المفسر الأول للقرآن الكريم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما أجمع عليه العلماء أن التفسير إذا ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة لا يجوز العدول عنه إلى غيره، وهذه هي مهمته البيان. كانت مهمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد مهمة البلاغ مهمة البيان. ثم جاء الصحابة الكرام، جاء التابعون، وتأسست مدارس التفسير وبلغت الأوج إلى في عهد محمد بن جرير الطبري، أشتهيت الأمر سريعا، ولكن بعد أن دخلت الأمة الإسلامية ككل مرحلة الركود الحضاري، ولا ينبغي أن نستعين بنظرية أو فكرة الدورة الحضارية التي تكلم عنها الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله. الحضارة الإسلامية عرفت في البداية مرحلة الروح وكانت في حالة امتداد، ثم مرحلة العقل، وأخيرا بدأت مرحلة الغريزة مرحلة الانحطاط. دخل العالم الإسلامي مرحلة انحطاط فكري وتيهان حضاري، وفعلا بدأ كما أستعير كذلك من المفكر مالك بن نبي، بدأنا مرحلة إنسان ما بعد الموحدين. هل الإنسان اللي فعلا يعيش التيهان لا يعرف، لا يحدد أهدافه، لا يعرف من أين يبدأ وأين ينتهي، إلى أن جاءت مرحلة النهضة الحديثة التي كان لجمعية العلماء فيها إسهام وافر على مستوى العالم الإسلامي ككل. من المظاهر الأولى في هذه النهضة العلمية إعادة الاعتبار للقرآن الكريم وللدرس التفسيري. قد يقول قائل، أمعنى هذا أن الناس لم يكونوا يقرؤون القرآن الكريم ولم يكونوا يفسرون كلام الله سبحانه وتعالى؟ من حق الإنسان أن يسأل هذا السؤال،
الجو العام الذي كان في العالم الإسلامي الجزائر لا شك وأنه كذلك. التزهيد في علم التفسير، التزهيد ومقولة أنا أدركتها والناس الكبار لا شك وأنهم أدركوها، أن تفسير الخطأ تفسير القرآن خطأ، وأن الخطأ في التفسير كفر. وش هي النتيجة بعد هذا؟ أنه لا أحد يتعاطى علم التفسير ولا أحد يفهم القرآن الكريم، وكأن هذا القرآن لم ينزله الله عز وجل لكي نفهمه ولكي نعمل به، وإنما أنزل فقط للتبرك وللقراءة من أجل الثواب أو من أجل حاجات أخرى لا داعي لذكرها. الذي يدل على أن هذا التزهيد كان على مستوى العالم الإسلامي أذكر يعني حادثتين. الحادثة الأولى ما ذكره الشيخ محمد الخلف حسين في كتابه بلاغة القرآن الكريم، قال بأنه بدأ يدرس في جامع باشا حمودة تفسير البيضاوي لمجموعة من طلبة العلم. تفسير البيضاوي المعروف بدأ يدرسه لمجموعة من طلبة العلم، فاستدعاه القاضي المالكي وقال له كيف تدرس علم التفسير وعلى من درست علم التفسير؟ قال درست على فلان وفلان. قال هؤلاء لم يدرسوا التفسير ولم يدرسوه إلا بعد أن حققوا العلوم كلها. فبلغ الأمر إلى الوزير عبد العزيز الدكتور فقال إعمالا لقاعدة عدم منازعة الكبراء يمنع الشيخ محمد الخضر حسين من تدريس علم التفسير لكن في هذا المسجد، وبما أنه أهل له يعطى مسجد آخر يدرس فيه علم التفسير. محل الشاهد أين هو؟ في اعتراض القاضي المالكي على تدريس علم التفسير. هذا الحادثة الأولى. الحادثة الثانية وقعت في مدينة بسكرة، ذهب الشيخ عبد الحميد بن باديس وكان في خرجاته وفي رحلاته في الغالب الأعم يجعل آية قرآنية وحديثا نبويا شريفا هو موضوع الدرس وموضوع اللقاء، يريد أن يجمع الأمة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق فهم صحيح ومنهج سليم. وبدأ في تفسير آية من كتاب الله، فقام أحدهم وهو أستاذ ومدرس وموصوف بأنه مدرس في مدرسة دولية يعني من المصف العالي، قالوا له كان تقرينا شوية من سيدي خليل تعطينا درس الشريعة ماشي أفضل من الكلام في القرآن الكريم أو في التفسير؟ فالخلاصة التي أريد أن أصل إليها هي التزهيد في علم فهم كلام الله سبحانه وتعالى. اتجاه أسس لهذا الفهم أو لهذا الموقف أو لهذا السلوك الشائن والعياذ بالله ببعض الأحاديث التي لم يفهموها على حقيقة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، كالحديث الذي رواه الإمام الترمذي من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وقالوا هذا إذا الحديث، وحتى الترمذي يروي هذا الحديث في باب النهي عن تفسير القرآن بمجرد الرأي. لكن الإمام الترمذي أشار إلى مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى إلى ضعف هذا الحديث عند كثير من أهل العلم، والمسألة الثانية أن النهي ليس منصباً على مجرد التفسير أو على تعاطي علم التفسير، وإنما النهي ينصب على تفسير القرآن بمجرد الهوى، بمجرد القول بالتشهي، بمجرد الانتصار للمذهب، كما قال الشيخ جلال الدين البلقيني عن تفسير الزمخشري استخرجت منه اعتزاليات بالمنقاش. منقاش هو المقاط، ما أدري كيف تسمونه، والمنقاش نسميه اللقاط
لتلتقط به الحاجات الحادة، بمعنى أن الإمام الزمخشري استطاع أن يمرر كثيرا من الأفكار الاعتزالية التي لا يتنبه إليها إلا الراسخون في العلم، فاستخرجها جلال الدين البرقيني. فجمعية العلماء أعادت الأمور إلى نصابها وردت درس التفسير إلى موقعه في صناعة الفكر الإسلامي وبناء العقل الإسلامي، بأن القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي شارحة للقرآن. قال الإمام الشافعي في الرسالة: كل ما في السنة هو شرح للقرآن الكريم. حتى أن الإمام الشاطبي قد فصل في الموافقات أن السنة بأقسامها الثلاث هي كلها شرح وبيان وتفسير للقرآن الكريم. فبدأ ابن باليس بتفسير القرآن في قسنطينة، وبدأ إبراهيم هنا، وكانت له في ذلك صولات وجولات. شيخ إبراهيم يقول: كان يعاتبني ابن باليس كثيرا على عدم كتابة في البصائر، فلما جاء ذات مرة إلى دار الحديث واستمع إلى درس ألقيته في التفسير، في تفسير قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، قال لما استمع إلى الدرس وأنهاه قال: ما دمت تلقي مثل هذا النوع أو مثل هذا النوع من الدروس في التفسير فلا عليك أن لا تكتب في البصائر. وقال الشيخ ابن باليس معلقا على تفسير الإبراهيمي هذا، قال له: لقد حولت حول بعض الآراء في الاجتماع الإنساني التي طوف حولها كثير من الفلاسفة ولم يدركوها أو لم يبلغوها، وأنى لهم أن يبلغوها وهم بعيدون عن هداية القرآن الكريم. ويا ليت يا ليت ويا ليت الشيخ كتب لنا هذا، لأن هذه الآية صنعت مشاكل كثيرة في العالم الإسلامي، خصوصا في تفسير قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة. اتخذت منها الجماعات التكفيرية أساسا أو مستندا أو متكئا في القول بالعزلة عن المجتمع وعدم جواز الصلاة في المساجد العامة ووجوب هجرة جميع المسلمين. فلو أن الإبراهيمي رحمه الله كتب لنا هذا، وهذا ما تأسف له الإمام ابن باليس وقدم له مقترحا وبه أختم، قال له: يا شيخ بشير، لو تعاوننا أنا وإياك. وكان هذا الكلام في أعالي كنيسان هنا، وكان بعد أسبوع من وفاة الشيخ رشيد رضا أستاذهما الروحي. قالوا أولا اقترح عليه أن يكتب تفسيرا، قالوا: اكتب تفسير. فقالوا: الشيخ إبراهيم ليس بكتابة تفسير يكون مكملا لما كتبه الشيخ رشيد إلا أنت. والشيخ باليس يقول: ليس لهذا العمل إلا أنت. وهذا ليس من باب التواضع أو الاصطناع، كلاهما كان يقر الحقيقة كما هي تجاه الآخر. فقالوا: الشيخ باليس، لو تعاوننا لأخرجنا للأمة تفسيرا يغني عن كثير من التفاسير ويلبي احتياجها في هذا الباب. فجمعية العلماء وعلى رأسها الإمام ابن باليس ورفيق دربه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي كانا مجددين بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ومن مجالات التجديد رد الاعتبار لعلم التفسير والإضافة العلمية فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيح لنا فرصة أخرى، لأن الوضع كالسيف قطعنا قبل أن نقطعه، مشير لم تقطعه قطعك قطعنا، لعل في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى نفيد في القواعد المنهجية التي اعتمدها الشيخ البشير الإبراهيمي في فهم القرآن وإعادة الأمة للعمل بالقرآن. وخير ما نختم به كلمته: أن يا أمة القرآن لستم على شيء حتى تقيموا دولة القرآن.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشر ساعة اليوم. قال الدكتور بأن العبقرية تكمن في أن ما يدرسه الإبراهيمي هو ليس فناً واحداً لثلاثة عشر ساعة، وإنما مجموعة فنون مختلفة لأسماء مختلفة من عامة أبناء الأمة، وذلك يتطلب جهداً أكبر. ثم عرج الإمام الدكتور دراج على ما قامت به الحركة الإصلاحية من إعادة درس التفسير لما كان سائداً في ذلك الزمان من تزهيد الناس في حلقة التفسير، وقد أعطى مثالاً على ذلك يوم أن فسر الإمام ابن باديس الآية الكريمة، يعترض عليه يعني يقوم له أحد الحضور ليقول له لو حدثتنا في سيدي خليل لكان أفضل. فالدكتور الدراجي قد سلط الأول في هذا الجزء اليسير من الوقت على أن حلقة التفسير كانت تمنى حتى من طرف القاضي المالكي كما حدث للشيخ الحسين محمد الخير الحسين، والأمثلة تتعدد. فحال الأمة مع درس التفسير كحالها مع نادرة من النوادر التي أنا سوقها لتفتيح الجو، وهو عدم فهم الناس للأمور. في حيث دعي الشيخ محمد كنتو عليه رحمة الله لإلقاء درس في مسجد، وأعجب الناس بالدرس واستمعوا أجاد وأفاد. ولما أنهى الشيخ كنتو الدرس قامت له عجوز قالت والله الشيخ أنت يا اليوم راك عجبتنا كي جبت لنا شيخ كنتو قول لنا المسجد، لو كان تجيب تكملها وتجيب لنا الشيخ رابعة الياس. إذن هذا الذي أراد فرنسا أن تفعله بالأمة هو تعطيل وظيفة العقل دون إطالة. برئاسة الإمام الشيخ البشير الإبراهيمي. فين شاء؟ من مدد على افتتاح المزرعة. هذا عقلي. Yes, Scott. Ne chine, papa. Non.